أضلاعي بأجداح المكسرة ولحومه ودمائه المتناثرة. كتيبة الشهيد علي بجاح تعلن التأهب والاستعداد التام للمشاركة في فعالية اللحظة الحاسمة 3. من أجل الشهداء والجرحى والمعتقلين سنشارك في اللحظة الحاسمة 3. كتيبة الشهيد علي بجاح تدعو جميع أطياف الشعب للمشاركة الحاسدة في فعالية اللحظة الحاسمة 3. تفاني شهيدنا البطل وجميع شهداء ثورتنا المجيدة.